هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقة نص الأسبوع لذيذة ولطيفة وسهلة وبسيطة كالعادة. النهاردة عندنا أشهر أكلة مصرية أو من أشهر الأكلات المصرية، مش هنقدر نقول إن هي أشهر أكلة، ولكن الطبق ده مظلوم شويتين ثلاثة لأنه مش منسوب للمطبخ المصري. وأنا من هنا ومن موقعي هذا بقول لكم إن الطعمية أكلة مصرية أصيلة فرعونية وحاجة يعني من زمان جدا جدا، بس احنا ممكن يكون عندنا مشكلة شويتين ثلاثة في التسويق لأكلتنا وتوثيق أكلتنا، التسويق والتوثيق. فالنهاردة هنعمل طعمية، عجينة الطعمية هنحشيها بشوية حشوات لذيذة مختلفة بتدي طعم مميز، فيلا بينا نقول مقادير. يلا بينا. اولا عجينه الطعميه اللي انا هقولها لكم دلوقتي دي فيها كام تركايه كده هنركز فيها واحنا شغالين. يلا بينا. اول حاجه محتاجين مثلا كيلو فول مدشوش، ممكن طبعا نقسم الكميه على نص كيلو ويعمل لنا كميه كويسه جدا، وممكن نعمل كيلو ونشيل في اكياس في الفريزر عادي جدا. عايزه بصلتين مكعبات، والبصلتين دول على الكيلو، يعني انا لو هعمل نص كيلو هستخدم بصلايه واحده وتكون بصلايه صغيره. تمام. عايزه كمان اربع فصوص ثوم، ده للكيلو، يعني لو نص كيلو هيكون فصين ثوم فقط. حزمه الشبت وحزمه الكزبره وحزمه الكرات واتنين عود بصل اخضر، الكلام ده بتكلم فيه على حزم صغيره جدا للكيلو، يعني لو هعمل نص كيلو هستخدم خضرة قليلة، لو أنا عندي حزمة كبيرة هاخد ربعها. الخضرة مش كتير في الطعمية، خدوا بالكوا إن عجينة الطعمية الصح ما بتبقاش خضرتها كتير قوي. عايزين كمان ممكن نستخدم ربع كوباية مية وتكون مية ساقعة. عايزة نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، كزبرة جافة ودي ضرورية جدا، ملح وفلفل أسود وزيت للآلية طبعا، وللوجه بنحط شوية سمسم محمص، كزبرة ناشفة، التحويجة بتاعتنا. يلا بينا نبتدي. أولا إحنا بننقع الفول المدشوش، بننقعه قد إيه؟ ممكن ننقعه 12 ساعة، ممكن ننقعه 6 ساعات، مفيش مشكلة، بس أهم حاجة إنه يعني ما ننقعوش قليل قوي، لأن أنا هبقى محتاجة إن هو يتنقع حوالي 6 ساعات أو 12 ساعة، مفيش مشكلة. التغيير المية مهم جدا، وكمان مهم عندي اني انشفه من الميه كويس قوي وما احطوش دلوقتي بميته، يعني ابقى مصفياه كويس قوي. يلا بينا. انا مش هحط الكميه كلها عشان الكبه عندي يا دوب، وايه هبقى انا اشتغل على مرتين. ادي البصل، بصوا البصل قليل ازاي، البصل مش كتير. بعدين الثوم، هحط فصين ثوم بس عشان برضو ما خدتش كميه كبيره. انا بديكوا مثلا مقدار النص كيلو، الكيلو موجود ومقدار النص كيلو موجود. التحبيشه اللي بتبقوا فاكرين ان انتوا كل ما تكتروا في الثوم والبصل والخضره والبهارات هتديكوا طعم احلى للطعميه، فلا، الطعميه بتلقط الطعم على طول وكل النكهات هتبقى موجوده، ولكن بالعقل، كتر الخضره هيسودها ويغمقها، وعشان كده بتطلع مننا في البيت غامقه اكتر من اللي بنشتريها من عند المحلات. يلا بينا نحط كده الخضره. نعم، مش تمام. اوكي، تمام كده، اوكي. الكرات او البصل الاخضر مهم جدا، اختيارك لنوع الخضره اللي انت عايزاها يرجع لك، ولكن ما بستغناش عن الكزبره. انا بتعامل مع الخضره بحرص شديد جدا، لان الخضره لو زادت زي ما بقول لكم كده الموضوع ايه، سخيف. حط الكزبره. لا، بتاعت بره ما بيبقاش طعمها احلى ولا حاجه،
لا لا لا، هي بتبقى مظبوطة بس عشان مطحونة كويس، لأن هم عندهم الحجر ده الماشين بتاعتهم بتاعت بره هو بيطحن كتير 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 كتير، وبتبقى فلافي جدا وخفيفة جدا من كتر الضرب، وهم عندهم الخلاط بتاعهم أو الماشين بتاعتهم الحجر ده بيكون قوي جدا، فهو بيدينا ملمس مظبوط، طحنة مظبوطة للطعمية، غير طبعا حاجة البيت. ولكن لا، احنا اللي بنعملها في البيت طعمها حلو، بتطلع هشة وجميلة وكل حاجة. حط بس ايه، انا حطيت فلفل اسود صح، حطيت ملح وفلفل وحطيت كزبر، مش هحط المية دلوقتي، هديها ضربة بس. لازم نريح الكبة على قد ما نقدر، لو احنا شغالين كده حسينا انها ممكن تكون محتاجة تكت خضرة كمان ممكن نزودها، انا هزود لان انا بقول لكم انا ايه بالراحة قوي في الخضرة. هندي ضربة كمان وبعدين نبقى نزود المية. نفتح نقلب ونحط المية بالراحة. في ناس تحب انها تعملها ميكس حمص على فول، بتطلع لذيذة ولطيفة، عملناها قبل كده، ولكن المرة دي انا بعملها فول فقط على الطريقة المصرية. زي ما احنا شايفين كده بيبتدي يطحن كويس قوي ويدخل كل المكونات في بعضها، وكل ما ضربنا كويس وطحناها كويس كل ما ادتنا نتيجة افضل. البيكنج باودر او البيكنج صودا ما بيتحطش دلوقتي، بيتحط امتى؟ بيتحط يا اما عند القلية، يعني اكون انا مفرزنة في الفريزر مثلا كيس طعمية، اقوم مطلعاه حطاله معلقة مية وممكن احط شوية ملح، يعني ممكن ما ملحش كمان، واقوم حاطه كزبره واقوم حاطه البيكنج صودا. لو انا هشيلها نص مقليه لا، يبقى خلاص انا هحط كده كده البيكنج صودا دلوقتي واقلي واشيلها نص مقليه زي اللي بنشتريها. انهي احلى؟ الاثنين على حسب استخدامك، الاثنين كويسين. هنكمل ضرب، يلا بينا. انا هفضل مكمله شويه طحن فيها عشان تطلع مطحونه كويس على قد ما اقدر، ودايما ببقى عايزه اتاكد ان انتوا شايفين الخطوات مظبوطه وشايفين قد ايه بتطلع امتى واخدت وقت قد ايه مني على الهوا. زي ما احنا شايفين كده هي قربت خالص، ما حطيتش ميه ومش هحط ميه، انا حطيت بس المعلقتين ثلاثه اللي حطيتهم دلوقتي الميه بحرص شديد جدا جدا،
والخضره هي هتنزل ميتها، والفول المنقوع بينزل الميه اللي فيه اللي هو شاربها، فمش محتاجين انها تبقى ميميه اكتر من كده. هكمل ضرب فيها علشان ما ازعجكوش، واطلع فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل ونلبس بقى الجلوفز كده علشان اوريكو العجينة بقت عاملة ازاي. يلا بينا. ضربتها كويس قوي، ممكن اقعد ازود ضرب فيها لحد ما تبتدي تشتكي. ليه؟ علشان عايزاها ناعمة كده ومهوية ولذيذة. بص بقى اهي كده، تمام جدا، انا كده شايفاها ممتازة، حلوة قوي. يا رب اللون يبقى واضح وتبقوا شايفين ان هي لونها اخضر فاتح، وما بيبانش في الاول اللون الا لما كل الحاجات بتدخل مع بعضها والخضرة تطحن كويس وينعم خالص الفول فيبان. المية مش بزيادة لو سمحتوا، على قد ما تقدروا كده بالراحة، معلقة كده، معلقة مية بعدين معلقة مية كمان، والمهم انها توصل معانا للنتيجة دي. هنحطها في طبق. بصوا هتنزل مننا عاملة ازاي من كتر ما اتضربت كويس اهي، ما تحطلهاش اي بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا اي حاجة. احنا حطينا لها ملح وفلفل وشوية كزبرة، وممكن تزودوا طبعا الملح والفلفل وشوية الكزبرة تاني. نبتدي بقى نفكر ممكن نحشيها ايه. احنا كده عملنا ايه العجينة البيزك الاساسية. عندي حشوات كتيرة، حشواتي دي ممكن تبقى جبنة كريمي اللي هي المربعات كلكم عارفينها، ومعاها بسطرمة، ممكن احشي جبنة موتزاريلا مع الهريسة، او جبنه موتزاريلا مع الليمون، الليمون المخلل او الليمون المعصفر. نبتدي بايه؟ انا عندي هنا عجينه وعندنا بيض كمان، فممكن كمان نحشيها بيض مسلوق. قولوا لي البيض المسلوق فين؟ ايه؟ ماشي يلا بينا. ناخد بقى كده ونحط، لا احنا هنا ما حطيناش البيكنج صودا. بيكنج صودا فين؟ اتشالت. ادي ايه رشه البيكنج صودا كده عشان احنا هنستخدمها دلوقتي. ونضرب بالشكل ده كده اهي. شايفين الهواء ازاي جوه العجينه؟ كده تمام. عندنا ايه بقى؟ عندنا مثلا ناخد الاول البسطرمه والجبنه المربعات، ونجيب طبق عشان نبتدي نحشي. قطعه جبنه مش هنحطها كلها طبعا كده، وبسطرمه بالشكل ده كده، ونقفل العجينة عليها، نغطي الحشوة تماما. يا ترى الزيت سخن؟ لا انا عليت عليه، لا لسه، بس قرب. كده. وبعدين نحط شوية الكزبرة والسمسم. طبعا يستحسن ان انا ما انقلهاش في طبق وانزلها في الزيت على طول، بس انا عايز اطمن ان الزيت عندي
كويس يعني وسخن علشان تستوي. يلا تاني بقيت الجبنة. نعم معنا تليفون. الو الو السلام عليكم يا شروق، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ وحشتين انتي، وحشاني. عامله ايه؟ اوي كويسه الحمد لله. والله يا رب دايما كويسه وبخير يا روح قلبي. انا بحبك اوي والله. وانا بحبك اوي. ايه رايك في الطعميه اللي بنعملها النهارده؟ جميله اوي والله. حلوه. عسل، تسلم ايديك. تسلمي يا روحي، ربنا يخليكي. عايزه بس اطلب منك 3 زوايا. قولي يا حبيبتي. عايزه وصفه البيت. وصفه البيتزا؟ اه حاضر، بس كده من عينيا. طيب نشيل الفتافيت دي، وان شاء الله يبقى الزيت الى حد ما سخن. نجرب في الطعميه دي، هو مش بارد ولكن حاسه مش سخن قوي يعني، بس يلا. دي اللي احنا عملناها مع بعض على الهوا، مضروبه كويس جدا وفلافي جدا جدا. بنحشيها دلوقتي جبنه، اللي هي بيبقى مكتوب عليها جبنه بالقشطه، والميكس بتاع الجبنه اللي بالقشطه دي مع او الجبنه المربعات مع البسطرمه بيبقى خطير بصراحه، لما بنحب ندلع الطعميه يعني. وادي السمسم، ممكن سمسم بس، ممكن سمسم وكزبره زي ما تحبوا. ننزل بيها على الزيت. يامي يامي، عايزين ننزل دي كمان. وبعدين هنعمل بقية الحشوات. نخلص بس الجبنة اللي قدامنا، وندخل بعد كده على حشوة الليمون المعصفر مع الجبنة الموتزاريلا. وعندنا حشوة البيض المسلوق كمان، دي لذيذة جدا. عايزين نبص كده ونقلب. ألو يا فرح. ألو يا فرح، عاملة ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ عندي 11. 11؟ يا حياتي، انت ايه، في سنة رابعة ولا في سنة خمسة؟ لا سنة خمسة. خمسة؟ اه. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله. قوليلي عندك اي طلبات؟ عايزة طريقة اللازانيا. حاضر، من عينيا. بس كده يؤمروني الامارات، يؤمروني. بصوا بقى، ناخد من الزيت كده ونسوي من فوق كده اهو. بالشكل ده. اوكي. مش عايزاها تاخد لون من تحت، علشان هي الطاسه عندي بتحمر من تحت بزياده. فايه، انا هحاول حتى في الفاصل اغير الطاسه، لانها تبتدي تديني الوان مش حقيقيه. يعني اللون ده مظبوط. مش ممكن الحلاوه والريحه.
طعمية بيتي بحشوات مختلف. احنا ممكن نطلع فاصل، يلا بينا. يلا هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حاجة. انا مستنيه تطبيقاتكم على الطعميه، يعني مستنيه اشوف البيوت كلها الفتره اللي جايه يتبعت لي صور الطعميه اللي عملتوها في البيت. مش قادره اقول لكم حلاوتها، انا بحب طعميه البيت جدا جدا، وبتبقى هشه وبتقرمش وحلوه وفاتحه زي ما انتم شايفين كده. النهارده عملنا عجينه الطعميه وحشينا بحشوه الجبنه المربعات اللي بالقشطه مع البسطرمه، و عملنا كمان شويه ساده، وانا في الفاصل كده عملنا شويه ساده، وعملت شويه بحشوه الليمون والجبنه الموتزاريلا، يعني جبنه موتزاريلا وليمون مخلل اهم. وعندنا كمان بالبيض، هنحط دلوقتي بيضه مسلوقه، بيضه بلدي صغنطوطه كده، عامله زي يعني صغنطوطه خالص. نعم ايوه. نقلي بس حلو كده، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، واللي ده طمنوني الحمد لله بالهنا والشفا. اللي ده طمني. نعمل بقى شويه سندوتشات حلوه، بس ايه، عايزه اعمل لكم الحشوه اللي بالليمون دلوقتي. تعالوا نطلع دي كده، دي ممكن تحتاج من الناحية دي شوية. بيقولوا لك بالانجليزي بقى، او يعني الـ الـ الكول، الاسم الكول للطعمية ايه؟ مين عارف؟ جرين برجر. فطبعا جرين برجر ايه؟ احنا عندنا اسمها فلافل او طعمية، فالجرين برجر ايه؟ نعمل واحدة دلوقتي من كل نوع ونبتدي بقى في سندوتشاتنا عشان ما ضيعش وقتكم في الحشوات. ادي عجينة الطعمية بتاعتنا، نعمل كده، نحط ليمون مخلل، نحط جبنة موتزاريلا، ونقفل بالشكل ده كأننا ايه، بنحشي الكحك كده كده. دوسة بسيطة بس، شوية سمسم على الوش، وطبعا كزبرة اذا حابين، وننزل على طول على النار. ناخد العجينة تاني من هنا، وادي البيضة المسلوقة، نعمل كده، نحطها بقى كده. دي بتبقى ايه، شوية تخينة عشان تستحمل البيضة. نقفل عليها كده بالشكل ده، نغطيها رشة سمسم صغنطوطة برضو، وقفلنا من الجناب. بسم الله. نقلب الطعمية، نعمل واحدة كمان بالهريسة. مش عارفة ليه الهريسة اللي عندي خفيفة شوية فمقلقة منها. الهريسة المفروض ان اللي احنا بنحشي بيها تكون هريسة من التقيلة، انا عندي عاملة زي الصاص. بس خليني ايه، احط كده واقفل. انا عندي عامله زي الهوت صوص. لا مش حلو، مش حلوه، بس هنسيبها برضه عادي، مش هحشي تاني بيها. دي البيضه المسلوقه.
عارفين بقى ابتدى الزيت ايه يبقى سخن بزياده، فممكن يبتدي يضايقني في انه يدي الوان غامقه شويه كده. الزيت عندي سخن شويه زياده، نحاول نديه الطعميه من الجناب كده الوان. نعمل واحده كمان سريعه بالبيضه، هي البيضه البلدي. ايه بتقولوا لي حاجه ولا انا ولا بتكلموا مين؟ يلا نطلع دي كمان. نشيل اللي بالهريسة. نقلب اللي بالبيضة. عارفين العجة؟ بس العجة اللي هي ايه؟ بتبقى شوية عجينة طعمية كده بالشكل ده. ناخد بيضة كده، رشة فلفل اسود، و نضربهم كده في بعض. بتبقى فاتحة بقى وهشة جدا. وناخد سباتولا عشان نروح ننزل بيها في الزيت. هنطلع البيضة اللي بالطعمية دلوقتي. يلا بينا. وناخد العجينه بتاعتنا بقى، دايما اخر حبه طعميه كل البيوت المصريه بتعملها كده، بتبقى خلاص بقى يعني اللي واقفه في المطبخ زهقت، فتقوم ايه عاملاها قرص عجه كبير كده. بيبقى ايه هشاشة بقى وطراوة فظيعة. فك مني ما يجراش حاجة. يلا نلملم اشيائنا. ده انا محتاجة فواصل مش فاصل واحد عشان الم اللي انا عملته ده. نعمل كده وكده. عارفه انا لو سامعاكي هقول لك والله. ايه؟ اه ما انا هعمل بس لملم بس ثانيه واحده. الكاونتر مستحيل يتعمل عليه سندوتشات، يعني مستحيل. ثانيه واحده، احنا قدامنا قد ايه؟ قولوا لي قدامي وقت قد ايه؟ مش سامع. اوكي يلا بينا. يا ام محمد. الو الو ازيك؟ انا الحمد لله كويس. الحمد لله يا رب دايما كويسه وبخير. قولي لي حبيبتي. انا عايز طريقة صوابع دي. محمد حاضر من عينيا الاتنين بس كده. حاضر. نعمل بقى سندوتشاتنا. يلا بينا. ناخد مثلا المحشية بيض دي، عايزة اوريها لكم من جوه. نبتدي بيها. بصوا بقى اللذاذة أصلا قد إيه عجينة الطعمية حلوة ومقرمشة وماسكة نفسها خطيرة. تعالوا بقى نفتحها كده مع بعض عشان تبصوا عليها من جوه. بصوا الحلاوة.
وعندنا كمان هنا، تعالوا نبص على دي بإيه، جبنة وبسطرمة، دي الحشوات بتاعتنا بتاعت النهاردة. ودي مش عارفة. يلا بينا ناخد مثلا العيش الصاج. طبعا الطعمية ممكن تتقدم بكذا شكل، ممكن تتقدم في عيش صاج، ودي طبعا احنا واخدينها بقى من حبايبنا الشوام والسوريين واللبنانيين اللي بيعملوا احلى سندوتشات فلافل برضو. فبنحط بقى الطعمية كده ونفردها كده اهو، اي نوع بقى عندنا من الحشينة او سادة اي نوع نعمل كده، نحط شوية من الخس وشوية من الخيار المخلل ولفت، ممكن طماطم كمان كده، ممكن بقى تومية، سلطة الطحينة زي ما تحبوا، ممكن نحط شوية من البطاطس المحمرة كده، وإيه نقفل بالشكل ده. كده تمام. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نعمل ساندويتش بالعيش الكايزر كده، بس ده بقى هعمله بالخس، هحط خس وهحط بتنجان هنا بقى، هنحط خس كده برضو، ما عنديش سلطة الطحينة بس يعني ايه كان المفروض يبقى عندي سلطة الطحينة، ونحط البتنجان كده على الطماطم كده اهو، على خيارة ولا اتنين مخللين، وانزلي لي بقى بقرص طعمية جبار اهو، فظيع. حاسه ان هما ممكن يبقوا قرصين طعمية عشان يبقى ايه كده، واو. ماشي. ما بتلحقش يا عين نار. نعمل ساندوتش ايه كمان؟ نعمل بالعيش الفينو ده بقى، عيش فينو وجرجير، عيش فينو عادي جدا وجرجير كده، وطماطم طبعا، طعمية والطماطم اختراع، ونعمل كده. وادي الطعمية. طب نعمل واحدة كمان من دي ما لحقتهاش. عيش فينو جرجير. ادي الجرجير وادي الطماطم. والطعمية بتاعتنا اهي، يا خبر ابيض على الحلاوة، يا خبر ابيض على الهشاشة، تحفة. شوية خس كمان، وطبعا كل دول نقدر نحط معاهم بتنجان عادي جدا. دي افكار للساندوتشات، مش هقعد احط لكم كل الساندوتشات، انتوا طبعا خبرة وعارفين ممكن تعملوا ايه وتحطوا ايه على ايه، بس قلت افكركم. وممكن بقى نرص الطعمية بتاعتنا هنا كده، ودي انواع العيش بتاعتنا هنا، وناخد الطبق ده بالشكل ده كده، ونحط فيه الطعمية اللي عملناها النهاردة بكل اشكالها وحشواتها.
تمام. وكده نبقى عملنا ايه؟ عملنا عجينة الطعمية من اول ما جبنا الفول وحطيناه في الكبة وابتدينا نحط عليه الحاجات، واكدت عليكم في كذا حاجة انه ما نكترش الخضرة، مش بكتر الخضرة ابدا، الخضرة الكتير بتسودها وبتخليها متستويش، لانك هتحطيها على النار على طول هتغمق من جوه، هتكون نية ومن بره هتكون مستوية وغامقة ومدية لون كده المحروقة شوية، طعمها كمان ما بيبقاش ألذ حاجة، فحاولوا ان انتوا تقللوا من البصل، الثوم، الخضرة كلها. التتبيل خلوه دايما في الاخر، البيكنج صودا دايما في الاخر، التخزين ممكن تخزنوه في اكياس وبعدين يطلع يفك، لو في الكيس بنديله معلقتين مية ساقعة بعد ما يفك خالص، وبنحط تاتش بسيط جدا من البيكنج صودا، بترجع زي الفل، وتقلبي كويس قوي، تدخلي في العجينة هوا وتقلي. لو متشالة نص مقلية بتبقى ممتازة، بس طبعا هتضطري انك تحطي البيكنج صودا في الاول وكأنك هتاكليها بالظبط، تحطيها في الزيت وتطلعيها تفرزنيها وهي نص مقلية. دي كانت النهاردة الاطباق بتاعتنا، حشينا الطعمية حشوات لذيذة، الليمون المعصفر، حشينا ليمون معصفر وجبنة موتزاريلا، حشيناها بيض مسلوق، وحشيناها ايه كمان، وعملناها سادة، وعملنا كمان بالبسطرمة والجبنة، حلوة جدا جدا. فهي دي الحلقة النهاردة، مبسوطة بيها جدا، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا وتسليتوا. هسيبكم مع فقرة مسجلة ونشوفكم على خير بإذن الله. باي باي. رجعنا من الفاصل، منورنا ومشرفنا دكتور سامي قنديل، استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه. ازيك يا دكتور؟ ايوه استاذ. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، الله يخليك. هنبتدي كلامنا بالخشونه، بس في نقطه مهمه كنت حضرتك بتقولي عليها قبل الهوا، وهي ان في جديد في غير البلازما. مع البلازما او مع البلازما. والحمد لله رب العالمين، نتائج البلازما واحنا بنتكلم من 10 سنين ان هي بتساعدنا في بناء الغضروف. ودايما بنقول ان هي بتختلف من شخص لاخر، في حد عنده اعداد كبيره من الصفائح الدمويه فبيبقى في اعداد كبيره من عوامل النمو، فلما بندي دفعه اولانيه مع اول جهاز بلازما المفروض ان هي بتشتغل بثلاث طرق، ان هي فيها الحمد لله من ضد الالتهاب وانتي توكسينز وفيها انتي بوديز، فالالتهابات والوجع يبدا يقل، كمان هي فيها كماده جيلاتينيه فبتحسن وتمنع وتقلل الاحتكاك، لان من ضمن حركه المفصل يكون في سائل زلالي زي موتور السياره، سوري يعني في التعبير، كمان هي فيها عوامل النمو. فكنا بنعتمد في الاساس على الثلاث وظائف بتوع البلازما. لقينا ان احنا محتاجين بعض الناس درجه التاثير ودرجه رده الفعل ضعيفه شويه، فكنا بندي مغذيات، ندي سائل ماده جيلاتينيه. انواع الانابيب نفسها بتتطور من يوم عن الاخر، لحد ما كنا بعض الناس يقول لك احنا حطينا ماده جيلاتينيه اللي هي السائل الزلالي او ماده الهيالورونيك اسيد تساعد كمان في تاثير البلازما وتقلل من الاحتكاك. كان زمان يقول لك المريض انا حقنت حقنه زلاليه، ايوه، قعدت شهر وتاثيرها راح، قعدت شهرين وتاثيرها راح. التنافس ما بين الشركات والتكنولوجي دلوقتي، الذكاء الاصطناعي تدخل في هذه النقطه وحول الماده الجيلاتينيه اللي كانت بتقعد شهر او بتقعد شهرين صنعوها بطريقه تكنولوجي، ودايما اقول ان الطب دايما التكنولوجي مهم فيه، وان التقدم والابديت مهم جدا، وكل يوم لازم يبقى فيه جديد.
خلت الحبيبات والجزيئات بتاعه الماده الزلاليه اللي احنا بنستخدمها ان هي تساعد البلازما في ان هي تركز اكتر في البناء والاحتكاك يقل، فالمريض يحس بتحسن كويس. لقينا ان بالذكاء الاصطناعي ده خلوا الماده دي ما تتكسرش خلال شهر خلال شهرين، بل ان شركات بدات تقول لك لا ده انا عندي بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي ده يخلي الماده الزلاليه ما تتكسرش لمده سنه. اوكي ده جميل جدا. طب. لا ده الموضوع بدا يزيد والتنافس بيزيد، تقول لك انا اقدر اقول سنتين، انا اقدر اقول ثلاث سنين. انا بدات ادخل على الهيالورونيك حاجه انها تمنع الصدمات، يعني من الناس اللي بتستفاد بيها دلوقتي جدا لعيبه الكوره والاعلى مستويات من لعيبه الكوره، ان هو بيحطوها هالو علشان كل القفزات والرياضيين ما يحصلش خبطات، ما يبقاش فيه كدمات صغيره جدا ما بين العظمتين وهي بيعمل حركات عنيفه جدا وكمان، فهي بقت عامله زي تدخل جوه الركبه ونحقنها مع البلازما تتحول الى زي الجيلي كده بتاع الاطفال، حاجه اسفنجيه جوه الركبه تمتص الصدمات تمنع الاحتكاك، فتلاقي التحسن كويس جدا جدا. وبدات الحمد لله نستخدمها المرضى فبدات تجيب نتائج هايله وجميله جدا جدا جدا. ده اسمه تقدم جديد، ده اسمه نتيجه افادت المريض. طبعا الانابيب نفسها طريقه ان هي تجمع العوامل النمو كان من داخل جدار الانبوبه، بص بيهم تفكيرهم ليه داخل جدار الانبوبه وانا بسحب البلازما وفي عوامل النمو، كان في بعض عوامل النمو تترسب على جدار الانبوبه من جوه. الاضافه طبعا ان انا لازم اكون شايف المريض ده من ناحيه حالته النفسيه الصحيه وزنه، لا قدر مريض سكر مريض ضغط عنده روماتويد عنده املاح، لازم اخد المريض باكج، الموضوع طبعًا. مش حاجه واحده بس كده احن ودي واقول لا شكرا سلام عليكم، لا يعني لازم اتابعه من كل النواحي. الحقن نفسه بدات الادويه اللي بنستخدمها وطريقه تخدير الركبه، الادويه اللي احنا بنستخدمها عشان ما نحسش باثناء الحقن بتختلف، درجه التركيز بيزيد، فبدل ما كنت اقعد ارش واخليه يستنى 10 دقائق ربع ساعه، لا ده احنا بنحط دلوقتي رشه او اتنين تلاقي الجلد اتخدر، ادخل ببنج يخدر لي منطقه الحقن، ادخل بالابره شكل الابره بدا يتغير وبدا ارفع، وفي نفس الوقت يعمل انسيابيه للحقن، فتلاقي الحقن زيرو قلق ما بيحسش بوجع. بعض الناس يقول لك معقول انا حقنت؟ والله ده بيحصل بفضل الله سبحانه وتعالى. طب. فالمريض انت مريض الم، مريض الالم ده حاول ما تخلوش يتقل. عليه حضرتك يا دكتور؟ والله يعني انا بحمد ربنا ان الحمد لله رب العالمين ان مجهود سنين بدا يبان تاثيره، والحمد لله الناس دي انا دايما اقول لهم دي شهاده هتحاسب عليها امام الله، الناس دي ما بتتكلمش ما بتقولش غير لما بتبقى فعلا حاسه بالتحسن. ودايما العيانين برضو النقطه الناس مش تاخدش بالها، انت حضرتك نفترض ربنا يعافيك ويعافي اي حد سمعنا راح العياده. ايوه. واقع جنب مريض ما بيعرفوش بعض. لو المريض مش حاسس بتحسن او المريض ما كانش فيه نتيجه تاني ليه؟ وهيقول اكيد هيقول والتعبان بيقول طبعًا. واللي اتحسن بيقول، فالفكره في ايه؟ ان ده طب، ودايما اقول كده انا طب تعمل اللي عليك وتأدي الوظيفه وتجتهد وتشوف كل يوم جديد، يعني لسه بتكلم حضرتك على ان الانبوبه من الداخل نفسها بداوا يتكلموا فيها، الماده الزلاليه او الهيالورونيك اسيد اللي احنا بنستخدمه كل يوم فيه جديد، فانت تعمل عليكي تجتهدي جدا والشفاء من عند ربنا. طبعًا. ال النقطه المهمه المجتمعيه شويه ان الحمد لله رب العالمين، انا دايما اقول ان خشونه الركبتين ما بتعالجش في يوم وليله، ما بتعالجش من جلسه واحده، وده يبقى اعجاز. أوكي. هي مش سحر اصله، انما دايما بنقول ان احنا عندنا خشونه من الدرجه الثالثه، خشونه من الدرجه الرابعه، وربنا يعافي الجميع، هتحتاج 3-4 جلسات. احنا عايشين على ارض واقع، احنا كلنا ابناء وطن واحد، الحاله الاقتصاديه بتفرق مع الناس، ان المريض محتاج 4 جلسات ممكن فعلا يعمل جلسه ما يجيش تاني. طبعا. ما يجيش تاني علشان حاجات كتير، انا ساكن في اسوان والدكتور سامي او المركز في القاهره، علشان اجي الموضوع مش سهل خالص ماديا وصحيا وفي مجهود رهيب، فالحمد لله رب العالمين انا عملت بفضل الله سبحانه وتعالى كونت فريق وصل ل 18 طبيب معايا، ودي نقطه مهمه جدا، بيأدوا وبيعملوا اللي بيعمله الدكتور سامي بالظبط، ويمكن في ناس كتير قعدت مع حضرتك واطباء واستضفناهم، انما هم بيسافروا مش موجودين عشان مسافر النهارده، فانا بحاول اجي اعرف الناس واوصل للناس، فمش معنى ان انا الدكتور سامي الناس شافتني يبقى هو بس مفيش غيره، لا الحمد لله دول زملاتي ودول اساتذه ودول استاف جامعه وحضرتك اتعرفت عليهم. طبعا وده بروتوكول معروف بروتوكول محطوط وبنراجعه مع بعض بالزبط. والاجهزه اللي بيستخدمها الدكتور سامي هي بيستخدمها الدكتور يوسف الدكتور محمد الدكتور احمد الدكتور شريف، كل الناس اللي موجوده بتنفذ نفس الكلام اللي انا بقوله، يمكن انا مثلا
كان حكمت الامور ان انا اكبر منهم سنا شويه وان انا بدات بدري شويه، فيعني بفضل الله سبحانه وتعالى وهم كلهم اساتذتي وكلهم زملاتنا ان انا بس ايه بقول لهم هنعمل كذا، بنستشير بعض ومفيش حاجه اسمها اوامر، فبننفذ كله نفس البروتوكول. النقطه الثالثه والمهمه جدا ان انا بفضل الله بحاول اخلي كل محافظه يبقى فيها عياده اسبوعيا، ممكن نخليها اسبوعيا مرتين في الاسبوع علشان نوصل للناس، واوصل لك لحدك في اسوان وفي اسكندريه. انا مش هقدر اروح كل المحافظات في نفس الوقت. أيوة. الحاجه كمان جلسه عملتها النهارده، تعال خد الجلسه الثانيه، مش بلاش كلمه مجانا، لان انا لا اتفضل لحد، هذا ربنا ساعدني ان انا اساعد الناس، ربنا بيحط الخير لناس عن طريقي، انا مش متفضل على حد وما بحبش اقول كلمه جلسه مجانا دي. الجلسه اللي انت عملتها ربنا مساعدنا ان احنا نعملك الجلسه الثانيه علشان تكمل البناء. بالظبط. احتاجت الثالثه، انا اسف، برضه هتبقى تكلفتها ابسط من الاولانيه خالص. أيوة. ولو احتجت الرابعه لا قدر الله فدي مسؤوليتنا برضه. انا بقول للمرضى تعالى بعد 6 شهور اعمل جلسه بدون برضه، بلاش كلمه مجانا، بدون برضه تكلفه علشان اطمئن عليك. بعد سنه كمان تعالى. ليه؟ لان انا الحمد لله في ناس بتجي بعد 5 سنين وست سنين يقول لك انا كنت عندك، طبعا ما بفتكرش، بيجيبوا لي روشتات كنت بكتبها بالاحمر، كانت طابعها بالاحمر كمان. أيوة. اقعد اضحك وانبسط. ليه؟ لان الروشته من 5 6 سنين وبفضل الله، وده شيء انا مش بتمنى على حد ولا بتفضل على حد، انا من 2015 لحد 2023 لم يتغير قيمه خشبي، واتمنى من الله سبحانه وتعالى عجيز. دي حاجه اتمنى من الله سبحانه وتعالى يا رب يبقى 20 سنه كمان جاي ما يتغيرش. ليه؟ لان انت لو، ودايما اقولها، انا في يوم من الايام هبقى مريض واحتاج للطبيب. أيه. لو ما حسيتش بالمريض دلوقتي مش هلاقي اللي يحس بيا، واحنا في مجتمع واحد وكلنا في نفس المركز. عشان كده الشفاء دايما دايما، والشفاء من عند ربنا، ربنا مسخرني ان احنا نساعد الناس. ال النقطه اللي دايما الناس بتزعل مني لما اقولها، ان بقول له الجراحه ممكن ما تفيدكش، بس دايما اقول ان الجراحه في مفصل، تغيير مفصل ركبه او في عمليه في الظهر، مهمه لما المريض يحتاجها. اكشف، مش عندي بس، عند اي حد، اعرف انت عندك ايه، هل محتاج الجراحه ولا لا. لما نقول ان انت محتاج الجراحه خلاص هذا قدر ونصيب، انما بعض الناس مش عارفه ان 95 ممكن نوصل ل 97% من مشاكل والام العمود الفقري، وده جزء مهم جدا في علاج الالم اللي هو تخصصي بقالي اكتر من 10-15 سنه فيه، انه لا يحتاج لها تاخد جراحه. معقوله يا دكتور؟ في اجراءات رهيبه جدا وفي امكانيات عاليه جدا دلوقتي واجهزه عاليه. يعني انا بكره بفضل الله سبحانه وتعالى 3 مرضى، حد من الدول العربيه وحد من دول عربيه تانية وراجل كبير في تخصص كبير عندنا، هنعمل له علشان ظهره تردد حراري علشان الوجع يروح. اوكي. حد تاني هنعمل له تردد حراري على ركبتها علشان هي بتتألم ليل ونهار من ركبتها، نضيع احساس الالم. ده شيء يكفي ان بعض المرضى لما اقول لك انا عملت جلسه او عملت تردد حراري ما بقتش اخد مسكنات، حميت الكلى بتاعته، حميت الكبد، حميت المعده. طبعا. معنى ذلك ان هو ما بقاش يعتمد على المسكنات، فده كويس جدا جدا. الفكرة ان انا اوصل لعد عندك بفريق كبير بينفذ نفس البروتوكول، ان يبقى بنساعدك في التعامل، الجلسة عدد الجلسات نصها علينا ونصها عليك، ده احساس بالمرضى، واحساس المرضى ده بيخليكي حاسه ان انت واحد منهم، وده شيء مهم جدا. الحاله النفسيه طبعا مهمه جدا. محتاجين بقى ناكد على العرض كده يا دكتور، عشان اكيد في ناس كتيره قوي قاعده بتسمعنا دلوقتي وبرضو حابين يعرفوا ايه هي العروض اللي موجوده ويتواصلوا ازاي مع اي فرع من فروع العياده. هو اهم حاجه عندي ان انا الحمد لله رب العالمين ربنا قوانا، وربنا دايما يا رب يساعدنا دايما ان احنا هنوصل لكل المرضى، وبنعمل في كل محافظه بعد ما كانت عياده واحده، وكل شهر هتبقى كل اسبوعين وهتبقى كل اسبوع. المريض لو احتاج 4 جلسات في جلستين تماما هيبقوا من عند ربنا، ما حدش هيتدخل فيهم ولا هيبقى عليه اي تكلفه خالص، جلسه علينا وجلسه عليه وبتخفيضات. دايما اقول ان انت في رقبتي، المريض في رقبتي وانا مسؤول عنه، ودايما مسؤول ان لحد ما يوصل لمراحل الشفاء ان شاء الله. فدي دايما دي امانه، انا مسؤول عن المريض، ودايما اقول ان انا بوصل لك لحد عندك، والفريق اللي معايا الحمد لله كلهم ناس محترمه وبيروح يشتغلوا، ما بيسالش المريض ده عمل هي دافع فلوس ولا مجانا، صدقيني بامر الله وفي حد الله. ما يعرفش المريض اللي داخل يحقنه ده دافع. أيوة. فلوس ولا لا. أيوة. لانه في ناس بقى عندها اول جلسه دي وواحد عنده الجلسه الثانيه. أيوة. فالحمد لله الناس دي مساعداني والناس دي موافقه على اللي احنا بنعمله ده، فاشكرهم من خلال المكان ومن خلال حضرتك، لان ده فريق كبير جدا وكلهم مستشارين وحضرتك قابلت ناس فيهم، وربنا يقوينا دايما يا رب، دايما لخدمه الناس ونكون عند حسن ظنهم يا رب. يا رب يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا. نورتنا. شكرا. دكتور سامي قنديل استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري
شكري بدون ألم. بنشكر حضرتك جدا وبنشكركم جدا جدا، نشوفكم على ألف خير بإذن الله بكرة. تابعونا دايما على السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، كل الوصفات والمقادير والفقرات بتنزل يوميا على صفحتنا سر الصنعة مع شيف دعاء السمنودي على الفيسبوك. مع ألف سلامة.